السلام عليكم، تمام الخامسة بتوقيت الجزائر. مشاهدين أهلا بكم للموعد الإخباري الجديد والمتجدد، يأتيكم مباشرة من استديوهات الشروق الإخبارية المركزية. ملفات نقاش الموعد الإخباري اثنين سنستهلها بتقييم شامل لكلمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في شقها القضائي، حيث قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة صبيحة اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تحدث عن إطلاق 219 إنابة قضائية جديدة في إطار تحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة. الوزير الأول تحدث عن 219 إنابة قضائية لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة. سأبحث في الموضوع مع ضيفي عبر الهاتف مباشرة نجيب بطام، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. أهلا بك معنا، مساءك سعيد. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. الوزير الأول قال إن الحكومة تعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، وكشف على الإجابة على 43 إنابة قضائية لحد الساعة وما يقارب 160 أخرى قيد المراجعة. ما رأيك في هذه الحصيلة وأي تقييم لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تعليقي على هذه الحصيلة، هذه يمكن القول أنها مؤشر إيجابي يعكس ويترجم السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية ومن ورائها السلطة القضائية في مكافحة الفساد وعملها على تحصيل الأموال المحصلة من كل جرائم الفساد، إن كانت على المستوى الداخلي وإن كانت على المستوى الخارجي، يعني خارج التراب الوطني. الحديث عن أكثر من 100 إنابة قضائية وعودة 43 منها بصورة يعني إيجابية بالرد عليها، يعكس أيضا حرص السلطات الجزائرية ومن ورائها الدبلوماسية الجزائرية، حرصها على تحديد مواضع وأماكن إخفاء هذه الأموال المحصلة من جرائم الفساد وتوقيع الحجوزات عليها طبقا للإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقات الدولية المبرمة بين الجزائر والدول المعنية. نعم. بهذه الإنابة القضائية. طيب، فقط إن أمكن سأعود وأعرض عليكم متابعين الأكيد، ابقى معي فقط سيد نجيب بطام على هذه البيانات والإحصائيات الأخيرة. كنا قد مرة أخرى استدللنا ببيان لوزارة العدل في هذا الجدول، وأعود بكم من بدايته. طيب، سنعود له مجددا. أعود لك مجددا سيد نجيب بطام وأعود لأعلق. كنت فقط سأعلق على استرجاع العديد من البيانات من خلال الإنابات القضائية 219 كما سبق وأشرت، 43 كان الرد عليها إيجابيا، الآن 100 وما يقارب 160 أخرى قيد المعالجة من طرف الدول التي تعاملت معها الجزائر. برأيك هاته الجهود الرامية لإعادة استرجاع الأموال المنهوبة للخزينة العمومية ومنه الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، إلى أي مدى يمكن أن تستفيد منه الجزائر؟ أنت تعرفي أن الإجراءات المتبعة في الإنابات القضائية متشعبة نوعا ما وتخص عديد من الدول، ليست موجهة إلى دولة معينة بذاتها بل إلى عديد من الدول. هذا ما يفسر عودة يعني بعض من هذه الإنابات في انتظار دراسة بقية الإنابات من قبل دول أخرى. المهم في هذا الحصيلة أو الحوصلة أنه فيه شيء إيجابي، يعني فيه ردود من قبل هذه الدول، يعني قدمت إجابات وردود عن ما طلب منها من السلطات القضائية الجزائرية، إن تعلق الأمر ب
تحديد أماكن تواجد هذه الأموال أو ربما مقدارها، وحتى يمكن أن تشمل حتى وضع يعني التجسيد أو تنفيذ الحفظ على هذه الأموال في انتظار إرجاعها إلى الدولة الجزائرية. هذا من شأنه، هذا من شأنه طبعا هي أموال يعني بأرقام جد مرتفعة، من شأنه أن يشكل لبنة إضافية في تمويل خزينة الدولة. طيب أعود وأقرأ عليكم متابعينا الكريم إن كان فقط من الزملاء. الحكومة تعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، كانت من بين كذلك أهم الأهداف لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن بين التزاماته 54. الرئيس عبد المجيد تبون يعكف على هذا الأمر شخصيا حسب الوزير الأول، ويؤكد أنه في إطار الجهود الرامية لذلك الحكومة في بصدد طبعا التعامل مع دول أخرى. الآن في إطار هذه الخطى، إلى أي مرحلة الآن وجب على الجزائر أن تمر بعد هذه المرحلة المهمة؟ طبعا هذا الإجراءات التي تقوم بها السلطات الجزائرية هي طبعا جاءت طبقا للقوانين تاع الجمهورية السارية، وطبقا أيضا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية سواء في الحملة الانتخابية أو في عديد من خطاباته في لقاءاته المتكررة مع الصحافة الوطنية، أين وعد بأن مجهودات الدولة الجزائرية ستستمر في مكافحة الفساد وفي تحصيل هذه الأموال التي تم تهريبها خارج الوطن. إذن هذا مؤشر إيجابي يجسد التزام السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية في مكافحة ظاهرة الفساد وجرائم الفساد، وخاصة في الشق المتعلق بتحصيل هذه الأموال المهربة. نعم. إلى خارج الوطن في عديد من الدول. هذا في إطار شق نقاشنا للحديث عن استراتيجيات وجب على الجزائر انتهاجها في إطار عدم تكرار سيناريوهات سابقة كالتي سبقتها في إطار تهريب الأموال إلى الخارج. هل برأيك وجب إعادة النظر في عديد من الأطر القانونية التي لا تسمح باستغلال النفوذ في إطار الفساد أو العمل على تهريب الأموال إلى الخارج؟ هل في فعلا ثغرات قانونية لحد الساعة تسمح بذلك، وأي ميكانيزمات وجب الوقوف عليها؟ طبعا الواقع يجيب عن ذلك. في عدة مساعي من الدولة الجزائرية في تعديل عديد من النصوص القانونية السارية وسد عديد من الثغرات منعا لتكرار يعني جرائم تهريب الأموال إلى خارج الوطن، لا سيما فيما يتعلق بجرائم تضخيم الفاتورات. يعني هذه أهم جريمة اللي من خلالها تمكن عديد من المتابعين في هذه القضايا من تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى خارج الوطن. أيضا تواطؤ الكثير من موظفي الدولة في تسهيل عملية تواطؤ موظفين وتواطؤ أيضا بعض العاملين في قطاع البنوك في تسهيل عملية إخراج هذه الأموال خارج الوطن. تعكف الدولة الآن ومن خلالها السلطة القضائية وكذا السلطة التشريعية على وضع آليات جديدة وسن نصوص قانونية جديدة لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم. سن نصوص قانونية لردع كل من يحاول تهريب الأموال للخارج والعملة الصعبة واستغلال النفوذ، برأيك هل هو كافٍ في إطار كذلك تشديد الرقابة وفي إطار سن قوانين؟ حسب ربما الحقوقيون يؤكدون أن بعض النصوص القانونية هي التي بحد ذاتها تعتبر ثغرات قانونية يستعملها البعض في إطار تهريب الأموال إلى الخارج، هل هذا صحيح وأي حلول تقترحونها؟ طبعا صحيح في شق منه، في فراغ تشريعي، في بعض النصوص فيها اختلالات، تعمل الجهات المعنية على تدارك هذه الاختلالات، ولكن في الشق الآخر أيضا فيه تواطؤ تعديد من الموظفين فيما سبق في تسهيل عمليات تهريب هذه الأموال،
إلى الخارج. لما تتوافر الإرادة السياسية، لما تكون ثمة إرادة سياسية، نطمئن إلى عدم ربما تكرار مثل هذه الأفعال، وهذا ما تحرص عليه الآن، يحرص عليه رئيس الجمهورية في عديد من خطاباته، يعني أين يعكس أو يعكس حرصه الشديد على يعني التقليل من فرص استغلال الوظيفة في أغراض إجرامية، من خلال سن تشريعات جديدة وخلق آليات جديدة لمتابعة حركة رؤوس الأموال خاصة هنا داخل الوطن، وكذلك بين متابعة حركة رؤوس الأموال من الجزائر وإلى خارج الوطن. ولا أدل على ذلك آخر تعديل شمل القانون متعلق بمخالفات الصرف وتحويل الأموال من وإلى خارج الوطن. إذن عندما تكون ثمة إرادة سياسية وتجسدها فعلا تشريعات جديدة وآليات جديدة، فأعتقد أنه يعني كقانونيين نطمئن إلى أنه فيه تسير الدولة إلى تغيير الأوضاع وتغيير الأحوال ربما إلى أحسن، ولكل ذلك يصب في خانة التقليل من فرص تورط موظفي الدولة في قضايا الفساد. لا أدل على ذلك أيضا آخر خطاب لرئيس الجمهورية في لقائه مع ولاة الجمهورية، أين رفع عنهم الحرج وحفزهم على العمل واتخاذ المبادرات في إطار القانون، وأول مرة يوظف مصطلح الخطأ الإداري، وأنه لا خوف من الوقوع في الخطأ الإداري عندما تكون الإرادة حسنة. إذن فيه مؤشرات على الصعيد يعني تاع الإرادة السياسية التي ترجمها خطابات رئيس الجمهورية، وفيه مؤشرات من خلال اشتغال الآلة التشريعية في سن عديد من التعديلات والنصوص القانونية وخلق آليات جديدة كالصندوق الوطني الذي سيعنى بتحصيل الأموال، إدارة وتحصيل الأموال المصادرة. كل هذه المبادرات السياسية والقضائية والقانونية مؤشرات إيجابية على دخول الجزائر مرحلة جديدة في مكافحة ظاهرة الفساد وفي توضيب وتحيين قوانينها، يعني بالصورة التي لا تسمح لربما لموظفي الدولة في التورط في قضايا الفساد، مع تشجيع روح المبادرة الإدارية لكل موظفي الدولة. أشكرك جزيل الشكر نجيب بطام، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، لدى مشاركتك معي في نقاش الفترة الإخبارية فترة كل الأخبار. شكرا لك جزيل الشكر. سأمر بكم مباشرة لملف نقاشنا الثاني بعد الفاصل.